انترفيو. مواصلين في برنامجكم حتى التسعة ونص. نهاركم زين، نهاركم مبروك. نمشي وفي المباشر معنا السيد سمير فيالة، نحكي وهو المسؤول على التنسيقية اليوم لطالب المستشفى ذاك الملك سلمان في القيروان. بشرجوا على لقاء البارح رئيس الجمهورية. خلينا نبدأ نسمع من المجتمع المدني. سي سمير مرحبا بك، صباح النور، مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام. صباح النور وصباح الناس كل، صباح الناس اللي تستنى عندها سنين، الناس اللي صابرين، الناس اللي عليها باش يمشي 60 و70 كيلومتر باش يداوي ابوه ولا امه ولا ولده. صباح الخير للناس اللي للقراوه اللي عندهم سنين يخسروا الحلمه كاني سراب، كل مره يقربوا لها تبعد، كل مره يقربوا لها تبعد. صباح الخير لهم الكل وصباح الخير ليكم ان شاء الله. شكرا لك. البارح لقاء، لقاء في رئاسة الجمهورية، فيها السيد أحمد حشاني رئيس حكومة، السيدة والسادة مصطفى الفرجاني الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية، علي مرابط وزير الصحة، سارة زعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان، عبد الرؤوف عطلة المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، محمد بورقيبة والي القيروان، ورجب عرعودة الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنة. الاجتماع تو سامبلومون كتبت رئاسة الجمهورية الأسباب اللي وقفت حائلا أمام إنجاز مشروع مستشفى الملك سلمان عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بمدينة القيروان. الرئيس قال أن التأخير ذايا فضلا عن أنه يمس بمصداقية الدولة التونسية حرم الكثير من المواطنين من حقهم المشروع في الصحة والعلاج، وأكد على أنه التعلل بالدراسات وبالجوانب الفنية وغيرها من الأسباب الواهية ليس مبررا على الإطلاق، ولا يمكن القبول تحت أي مبرر كان باستمرار الدراسات منذ سنة 2017 إلى اليوم. قال الأموال مرصودة، ولكن كلما تم إنجاز دراسة إلا ووقع استبدالها بدراسة ثانية لتليها أخرى ثالثة، ولا أثر في الواقع لأي إنجاز. اللي يلزم الناس تعرف اللي نحن عنا سنين نقولوا اللي سمى حكاية في ملف مستشفى سلمان. نحن التنسيقية هذه تكونت، تنسيقية وينو السبيطار تكونت مرحم انتظارات هالبلاد هذه على اساس انه عندنا حكايه مش عاديه، ظاهر اني كل شيء ماشي مريقل، لكن حتى شيء ما مش مريقل. كان اللي يقرب مليح من الدوسي هذا يعرف اللي ثم حكايات تطلع من 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 الحيط، تلقى حكايات تطلع من بلاصه ما تفهمهاش علاش والويش، وبالتالي تعاملت التنسيقيه ذي اللي تقال الكل صحيح، اللي تجبد الكل صحيح. ناس قاعده تنتظر عندها سنوات وسنوات وسنوات، لكن لا اثر على الواقع. مش شيء اللي قاعدين نعانيه وقاعدين نقاسيه علينا باش نمشيو 60 و70 كيلومتر باش نداويو اهلنا، هذا لمده سنوات وسنوات سنوات. وكي تجي تتكلم يقول لك جهويات عمرنا ما خلقناها نحن وعمرنا ما عملناها نحن. نحن حابين على السبيطار كما ديما نقولوها، الفلوس موجوده، الارض موجوده، لكن الاراده مفقوده. كنا ديما نقولوا الحديث هذا، نقولوا راهي ثم حكايه غير عاديه في ملف وين السبيطار تاع القروان. راهو مش معقول في 5 ولا 6 سنوات وديما نروحوا مكانه، وديما نقولوا الدراسه مره تكمل مره ما تكملش، مره غالطه مره صحيحه. كل مره تسمع خبر واللي يوجع على قلبك والادهى والامر، لو واحد يخرج ويعطيك اسباب حقيقيه تتحمل في مسؤوليتها. مشينا قبلنا وزراء نتاع صحه، مشينا قبلنا كتاب دوله نتاع صحه، قبلنا كل وزير جاء للقروان، لكن لا حياه لمن تنادي. ما ثماش مجرد احترام، خرج لي بيان، قول لي هاو التعطيل في البلاصه هذه، هاو التعطيل في البلاصه هذه. بعد 5 و6 سنوات تخرج يقول لك الارض طلعت مش تابعه لفهاش. يا اخي سبحان الله، معناها تو شيء يهبل. معناها تو اذا الدوله ما باش تعطي للدوله حتى تتفاهم لفهاش هي وزاره الصحه، معناها الدوله باش تتفاهم هي والدوله، باش الدوله تشري من عند الدوله، والدوله تخصص الارض هذيك للدوله. معناها شيء ما يقبلوش العقل وشيء ما نقبلوش. نحن راي نعاود ونقول للمره المليون، راهو السبيطار في القروان مش نتاع دويه، راهو منوال التنميه كامل. راهي الجهه اللي نحكيو عليها راهي الاخيره في التنميه، من الاوائل في الفقر والفقر المدقع. راهو السبيطار منوال التنميه كامل، معناها راهو باش يخرج مدينه من الفقر. راهي 5 ولايات يجيو داوي عندك، سليانه وسيدي بوزيد وقفصه والقصرين وسليانه، هذوما 5 ولا 6 ولايات باش يجيو داويو عندك، وبالتالي عجله اقتصاديه كامله مش دور. علاش واقف؟
اخرجوا خرجوا لنا بيان. الكلام اللي تقال البارح في المجلس الوزاري هيك اللي نقولوا فيه، هيك اللي عندنا سنين نقولوا فيه، وعندنا نقولوا راهي ثم حكايه غير عاديه، راهي ثم مصداقيه نتاع دوله. وكنا نعيطوا ديما، عندنا خمسه ولا سته سنين من حكومه الشاهد ونحن نقولوا يا حكومه عار عار، وينو وينو السبيطار؟ كان احد شعاراتنا عار على الدوله اللي تماطل. راهي الفلوس موجوده، راهي هذه المصيبه اللي تجعل قلبك، راهي الفلوس موجوده والارض ها هي، يقول لك الارض هاي موجود، هي فاش تستنى؟ يقول لك والله دراسه العملول العام الثاني العام الثالث وتتوالى الخيبات. وعندنا سنين، عندنا سنين ونحن نستناو ورانا مش نفقدين الامل. ولولا ذلك الامل ما كناش نقفوا كل اسبوعيا تقريبا، عندنا اكثر من خمس سنوات لا لشيء، مجرد ان نلفتوا الانتباه. واخيرا كي عملنا العيد ميلاد نتاع الباب هذاك اللي جاوا عملوا لنا باب في خلايا مخلي، راهي عمليه، راهي عمليه يندلها الجبين، راهي يستحي منه كل مسؤول المفروض يستحي. جاوا في الخلايا وعملوا باب لا عنده سياس لهراز، جاوا فوق منه وكتبوا هذا مستشفى الملك سلمان، وبعد نحوها البلاكه. جيت اسال دق الباب، يا اخي يا مندوبين يا مسؤولين يا والي، شنو هي حكايه الباب؟ يقول لك ما نعرفش. شكون بنيه؟ علاش تبنيو فيه؟ تكتوا فينا معناها هانو مش نبداو لكم. راهي عمليه نتاع استخفاف بعقولنا نتاع تمنيك علينا بكيفيه توجعنا قلوبنا. نحن راهو الكلام اللي تقال هذاك كله صحيح، وما زلنا شادين في اللي قالوا الرئيس هذاك كله من اوله لاخره صحيح، وراهو هذاك راهو يضرب في مصداقيه الدوله عند اهالي القيروان. راهو مش معقول على دوله بتم تميمها ان تقعد ست سنوات في دراسه، ستة سنوات ما تحفرش حفرة في الأرض نتاع السبيطار، ستة سنوات معناها تو تحب تقنعني اللي الفلوس اللي ترزت عام 2017 تنجم تعمل نفس الشيء عملت 2023. لا شيء غريب وشيء عجيب، ورانا ما زلنا وشادين صحيح، وما زلنا مش مسلمين في حقنا في حق الولاية المنكوبة اللي بقدرة الله بقدرة الله ستعود يوما. وكما قلت لك من بعد كي جيت تتكلم تقول راهو كونسونتري، صح راهي كونسونتري في بلاصه معينه، راهو مش معقول علينا في عام 2023 عليا باش نهز والدي عمره 70 ولا ولدي عمره شهرين باش نمشي نداوي نعمل 120 كيلومتر ماشي وجاي. راهو مش معقول، راهو احترام للذات البشريه في حد ذاتها انه يحق لي باش يتعمل لي سبيطار، وخصوصا جهيبه بعد تتكلم يقول لك جهويات. يا اخي انت عملتها جهويات، انت من نهار اللي اسست الدوله هذيا جيت في بلاصه معينه، بديت سبيطارات، بديت كليات، بديت كل المرافق الصحيه في بلاصه برك، وعليا باش نتنقل ويعلم بيك الرب، ويمشي الصغير اللي مريض ويمشي الكبير اللي طلع بالروح ويرز ويمشي 120 كيلومتر باش يلقى اللهوه، باش يلقى ثماشي ما يمنع وثماشي ما يسر. نحن رانا لازلنا متمسكين في حقنا، ولازلنا ننادي وين السبيطار. واضح اليوم السؤال هو معناتها مازال شعار سؤال، والبارح هذا كان سؤال نوعا ما اللي طرحه رئيس الجمهورية معناتها على الأشخاص الكل اللي كانوا موجودين في قصر قرطاج، ولكن ما نعرفوش المخرجات تاع الاجتماع هذا، نعرفوا شنو هو اللي قال اون غرو. كان لخصوها تسائل كيفك وين السبيطار، دونك هذه الفكره وين المستشفى هذايا، ولكن مازال ما نعرفوش توا هل باش يتم تسريع. بون المفهوم والواضح ما دام عمل هكا يعني فما كيما نقولوها بلغتنا يعني كبسه يعني توا لازم ثم رساله وصلت، خصوصا بعد ما قلت لك عملنا عيد ميلاد الباب الحديد اللي عنده عام اللي عملوه، عملنا له عيد ميلاد وخبزه جاتو وفرحنا به، معناها باب جاو في الخلاء وحطوا، وبالتالي رساله وصلت اللي الناس راهي موجوعه، الناس راهي تطالب، راهي الناس شاده صحيحه. رساله ليفينمون اللي عملناه مشى مليح على وسائل التواصل الاجتماعي، مس الناس الكل، مس الجمهوريه التونسيه من شمالها لجنوب، على خاطر الناس بيدها قاعده باهت علاش السكيت هذا. الاشكاليه ديما تقعد نحبوا على بيان من وزاره الصحه، من الولايه في القروان، من الوالي نتاع القروان اللي عنده خمسه ولا سته سنين وهو قاعد معناها جاء مع الشاهد وجاء مع شو اسمه هذاك المشيشي، وجاء مع نجلة بودن، وتوا مع خمسه اربعه ولا خمسه، ولا نهار خرج لنا بيان وقال يا اخي يعني راني والي هالبلاد هذه، ها مش نقول لكم وين التعطيل نتاع السبيطار، عملنا وقفه تحشيش جي، عملنا اعتصامات، عملنا ولا احدا يحترم ذاتك ويقول لك يا اخي هاو هاو يا اهالي القيروان هاو علاش سبيطاركم واقف، هاي المشكله وين؟ وبقدره ربي تو نتجاوزوها، اصبروا معنا وسعوا بالنا بالك. لا حياه اللي من تنادي، ما اخر اهتمامهم انهم يلبيوا لك معناها حتى رغبه
كومينيكي هكا برغبة صحفية هكا يخرجوا لك بيان محترم يحترم ويخرجوا على 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 باج الولاية ولا أبدا ولا باج وزارة الصحة كما قلت لك الحديث اللي قالوه الوزراء قبل واللي قالوها وها وها وقريبا قريبا وعندك بضرب من سقيت الدول ما عادش عندنا ثقه معناها انه كي يجيك وزير تو يبدا يحدث فيك ويقول لك هاتو قريب وانا قريب ولا مندوب الصحه اخيرا قال معناها بضع اشهر وينطبق الاشغال ونحن متاكدين انه مش ينطبق بعد بضع اشهر خاطر اللي قبله قال نفس الحديث واللي قبله قال نفس الحديث نحن راهو الاشكاليه انه هذا حق والحق هذا لازم الناس كل تقف معنا فيه تونس كامل لازم تقف معنا فيه لازم تعرف اللي هالولايه هذه راي تعيش ماساه صحيه باتم معنى الكلمه راي الولايه هذه راي الولايه الوحيده اللي تحدها خمسه ولايات معناها جات في الوسط راي ممر راي عبور راي الناس كل تتعدى اللي ماشي للشمال يتعدى واللي ماشي للجنوب يتعدى وبالتالي الحوادث كثيره والناس قاعده تعاني يوميا تعاني تعرف معناها ولايه فيها 650 ألف ساكن تعرف اللي نحن من اكبر اذا مش نحن اكبر ولايه موجوده مساحه الجمهوريه تعرف اللي الريف نتاعنا يبعد كما الحاجه بتبعد 140 كيلومتر 70 مشي و70 جاي معناها واحد من الحاجه باش يهبط يداوي في القروان وشوف يداوي ولا ما يداويش هذيك المصيبه يلزمو يعمل 70 كيلومتر ويرجع 70 كيلومتر واذا ما يلقاش يلزمو يعمل 70 كيلومتر ولايه مجاوره باش يمشي يداوي غادي ويلقى حظه في الواحد هذا راهو شيء يوجع القلب وشيء راهو مش راضيين به والله 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 سنواصل الدفاع على هالجهه هذيا وسنواصل المطالبه بحقها وفي الاخر بكل يا اخي هذه هيبه هذه دوله قالت لك تفضل هي فلوس هذه فلوس تفضل وهو نعطيك ممكن التوانسه الكل ما يسمعوهاش ما يعرفوهاش عندنا نفس الهيبه اخرى اقل صحيح اما للبلاد العربي باش ردوها بلاد معناها للزوار كيما برشلونه نعلموا ردوها كيروما كي برشلونه بلاد اثريه جهه العباد اعطتنا السعوديه هيبه تقريبا 50 مليار قالت هرموا بها جامع الكبير حسنوا بها البلاد العربي حسنوا بها الفسقيه لا من 2017 نفس الموضوع ونفس الحكايه ونفس الحديث الدراسه مازالت ما حضرتش علاش الشيء هذا صاير لنا؟ علاش كان في القروان؟ علاش ديما نحن نحسوا برواحنا التالي ليس القدام؟ علاش نحسوا برواحنا مشنا مواطنين تابعين مجرد ارقام هاني ناس تمشي وتجي وتاكل وتشرب؟ نحن رانا حقنا في الولايه وحقنا في العيش الكريم مشنا مسلمين فيه وما زلنا شادين فيه صحيح. واضح شكرا لك على تفاعلك معنا اليوم الصباح كما نقولوا ما يحس بالجمره كان اللي عفس عليها اليوم موضوع مهم وعلاش احنا حبينا نسلطوا عليه الضوء مش فقط الاهالي قيروان وكما قلت انت وكل المدن المجاوره معناتها ولكن في رمزيه هالمشاريع موش المشروع الوحيد هالمشاريع اللي عندها اعتمادات وعندها معناتها كل 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 شيء مرصود ما فماش علاش يكونوا مشاريع معناتها واقفين بل أكثر من هكا معناتها حتى كان لفت لي رئيس الجمهورية البارح لفت الانتباه الموضوع هذايا معناتها في نفس اللقاء وقال معناتها ضرورة الإسراع قال كما معناتها الحكاية على مشاريع أخرى اللي تمت بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة وتم إنجازها بالكامل يعني مش في مشاريع تم إنجازها بالكامل ولكنها بقيت مغلقة بحجة الربط بشبكات توزيع الماء أو الكهرباء أو التطهير أو غيره معناتها دونك فما مشاريع اليوم معناتها جاهزة وواقفة على خاطر ما همش مربوطين بالماء ولا الضوء ولا التطهير باهي يعطيك الصحة شكرا لك في الأخر خلي لك كلمة حرة شنو تقول للمسؤولين باسم المجتمع المدني في القيروان فيما يخص المستشفى في دقيقة نحب نقول للمسؤولين راهي القروان تعاني وراهو عيب أن يتخليوها في وضعية كما هكا وهي تستحق خير آلاف المرات راهي مشاريعنا راهي هيبة كما هيبة السعودية راهي من وين تنمية كامل وراهي باستطاعتها باش تغير وجه البلاد نحن رانا ما طالبين حتى شيء طالبين حق يعني معناها الثورة 2023 خلونا نجريوا على حقوق بسيطة حقوق بديهية للإنسان العادي معناها أنك تكون عندك صحة وتكون عندك حاجة عادية معناها في العالم كامل أنه تكون المرافق الصحية في مستوى البشر هذه خلونا 2023 وقت اللي الناس تجري على ناطحات السحاب وتجري على متر وتنفيق نحن نجري على سبيطار وعلى كومبريس وعلى سبيطار هيبة من دولة شقيقة لازلنا متمسكين بحقنا
ولازلنا ننادي يا وين السبيطار الى ان ينجز السبيطار، ولن نكف حتى نراو اول مريض يدخل السبيطار الملك سلمان ان شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحة، شكرا على تفاعلك معنا اليوم صباح في برنامج إكسبريسو. نمشي وتوت سويت احنا فاصل قصير من با ثانية وفيت اون فا انشيني مع موضوع آخر تم التطرق ليه البارح، معناتها رئيس الجمهورية معناتها استقبل السيد علي مرابط وزير الصحة، وكان الحديث على بتبيع المشاريع اللي باش تولى انجازها وزارة الصحة خاصة مركز معالجة الأورام بجبس وموضوع الأدوية، الرقابة مثلا على الأدوية وضرورة توفير مخزون استراتيجي خاصة بالنسبة للأدوية الحياتية، فالدواء جزء من الأمن القومي والحق في الصحة وحق طبيعي من حقوق الإنسان. معنا رئيس